أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور أمجد الزعبي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. في زمن الظلم والفساد في العراق غرقت عبارة على متنها المئات، معظمهم أطفال كانوا يحتفلون بالعيد. طبعت على المدى قبلة لأرسلها إلى نخلة لتحملها فراشات لروح لم تزل طفلة، لفلاح فراتي يروي دمعه حقلة، وأرملة بكت عمرا شكت لزمانها ليلة، لناعور بكى عمرا ليسقي دمعه سهلة، مضى بدلائه يعلو وأدنى منهم نهلة، رسمت بأحمر قان عراقا لم يطق حمله، عراقا لم يكن يوما سوى طب لذي علة، دهاه الدود محتشدا لئيما نافثا غلة، وصب النار تنين يروم بحقده قتله، تنادى فيه سفاح بدجال ليحتله، ومنذ هوى الدعائمه وكل الأرض مختلة، عتات الشر مذ جاءوا وعين الشمس مبتلة، ملوك إنما همج على أبوابهم سفلة، أتوا بالظلم أجمعه ليلقي عندنا رحلة، أتوا بمصائب الدنيا وشاع الموت بالجملة، فهم لم يرحموا روحا وهم لم يسمعوا النملة، ولم يبنوا ولم يسقوا ولم يبقوا على بتلة، حملت جراح أيامي لطود فاقد ظلة، لبغداد التي أعطت وكانت للورى الإلة، أعاتب سقف أحلام تهاوى قاتلا أهله، ونهرا كان معطاء تمادى فاقدا عقله، تفجر ماؤه رهوا فأغرق ولده جملة، ألم يسمع صوائحهم تنادي رحمة؟ ويله، صرخت بملء آلامي، أحتى أنت يا دجلة؟ بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أسعد الله أوقاتكم. أنا عبد الله الزعبي، كاتب أردني، مؤلف كتاب مجموعة قصصية، قصص قصيرة بعنوان يحكى أني، من خلال دار جفرة للنشر والتوزيع. تتناول هذه المجموعة قضايا إنسانية واجتماعية، وبعض القضايا المهمة في حياتنا كعرب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. جاءت هذه المجموعة في 22 قصة، وتقع في 120 صفحة. فإذا سمحتوا لي أطل عليكم من خلال قراءتي لنص قصير من يحكى أني، وتحت عنوان قدس قديستي. لأني لست من الرجال المنسيين، فحينما رأيت أرضا شمسية، زوجتي الرغوث العروب الطروب، وقبل أن يكونوا، صرخ أولادي الأربعة: هذه يا أبتي، هذه من نريد أن تكون أما لنا
فتزوجتها. إنجازات المرء أطفاله، وبما أن الإنسان يفخر دوما بإنجازاته أنتشل من ذاكرة الموجعة أولى إنجازاتي ابنتي بل قديسة البكر، سميتها قدس كتلك المدينة الطاهرة العذراء الرافضة لتعدد الأزواج، ولأنها لا زالت طاهرة عذراء سميت ابنتي مولودة الأولى قدس. فأرجو من الله عز وجل أن ينال أو تنال هذه المجموعة القصصية القصيرة إعجاب القراء العرب والأردنيين خاصة. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على استماعكم. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. أنا الخطاط مجد عبد الوهاب، نرحب بكم في هذه الفقرة اللي راح نتناول فيها حرف الواو بخط الثلث الجلي. بسم الله. طبعا حرف الواو معروف بالنسبة للخطاطين جميعا، مقاساته له عبارة عن نقطتين طبعا، هذا الحرف بالذات يستهوي جميع الخطاطين، بالتالي احنا حبينا نكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. صعودا الى الاعلى قليلا الى ان نصل الى المنتصف. نسير بالاتجاه المعاكس. ومن ثم الآن يعني في هناك قليل من الخطوط اللي هو يجب على الخطاط الاعتناء فيها. برضو هاي نقطتين أيضا. هذا الثقل تبع الواو هون. ثم نصعد. طبعا هاي مقاسة 4 نقاط. وهاي المنطقة نقطتين. بعد ذلك نقوم بترتيش بعض الأمور اللي بيكون فيها الحبر قليل. أنا شخصيا يعجبني الحرف الحاء اللوزي اللي هو عبارة عن نقطة ونصف من الداخل. هذا من الحروف يعني يستهويني كثيرا. يفضل يعني على الخطاط انه يعني يأخذ الخطوط الأساسية للحرف اللي حيكتبه، ما في ضير في ذلك، بحيث انه يعني يكون عارف وين اتجاهاته. يعني مثلا هون حرف الجيم
هاي من مقاسه معروف 5 نقاط. هاي نقطة بحب ألفت النظر إنه النقطة برضو مهمة على الخطاط، لازم يكون يعرف وين النقطة، كيف بده يكتبها، اتجاهها بالنسبة للسطر. هاي 2، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5. إذا أنا هيك بكون حددت المساحة الخاصة لحرف الجيم أو الحيز. وببلش أنا أعمل له تخطيط مبدئي يعني. بسم الله. بصعد قليلا هيك. ومن ثم أنزل بكامل قطة القصبة. وهيك بنكون أنهينا حرف الجيم. وشكرا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور أمجد الزعبي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك دكتور أمجد. أهلا وسهلا. ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة، وسلامي لكل المشاهدين لمشاهدي هذه القناة العظيمة، وإن شاء الله مسيرة حافلة دائما بالعطاء. ولكن بداية اسمح لي أن أسلم على أرض السلام التي لم تشهد يوما السلام، على أرض فلسطين، على أهل غزة الصابرين. سلام عليهم وهم الذين يحملون هم الأمة ويدافعون عن الأمة، وهم من يشكل الخط الأول في الدفاع عنها. فسلام على مقاومتهم، سلام على شهدائهم الذين ارتقوا. وهذه حال لهذه الأمة نتمنى على الله أن يبدلها بخير مما هي عليه. آمين آمين آمين. بوركت يا دكتور. كلنا نسلم على فلسطين، هذا الجرح الغائر، الجرح الذي ولد كل هذه الجراحة الآن في الساحة العربية. نسأل الله أن يلتئم هذا الجرح حتى تلتئم جراح الأمة إن شاء الله. دكتور، أنت تخصص تاريخ دكتور أمجد، واشتغلت على جملة من البحوث، يعني من ضمنها بحث حمل عنوان الآخر في فكر الأمير عبد القادر الجزائري، دراسة في فتنة دمشق عام 1860. نشر هذا البحث في مجلة البحوث والدراسات الإنسانية في جامعة سكيكدة الجزائرية. يعني أنا أتوقف عند عبارة أو مصطلح الآخر. من هو الآخر؟ الآخر هو كل من يكون خارج إطار ثقافي. نعم. ديني. ولكن أقصد في الآخر في هذا البحث تحديدا، أقصد الآخر هو دينيا وسياسيا. نعم. دينيا على صعيد ما قام به الأمير عبد القادر الجزائري من التخفيف من مذبحة حدثت في سنة 1860 في للمسيحيين في دمشق، وخفف منها بموقف سجله التاريخ بمداد من ذهب. طبعا الأمير الآخر أقصد فيه الفرنسي تحديدا، وكيف تعامل الأمير عبد القادر الجزائري. هذا البحث يتناول ما بعد حركة المقاومة التي قادها الأمير عبد القادر الجزائري ما بين 1833 ل 1848. الآن هذه المرحلة مرحلة المنفى، مرحلة المنفى والبعد عن الجزائر والموت غريبا عن الوطن الأم. نعم. ولكن مات في مدينة يحبها ويعشقها، هي مدينة دمشق. ولكن الآخر، عندما نتحدث عن الآخر نحن نتعرف على الآخر، وعندما نقول الآخر نقول دائما أن الآخر لديه مشروع. نعم. ونحن في الأصل يجب أن يكون لدينا مشروعنا.
ففتنة دمشق كانت فتنة حدث تاريخي فاصل، استطاع الأمير عبد القادر الجزائري أن يتعامل مع آخر ليس ملتقي معه دينيا ولكنه ملتقي معه إنسانيا وقام وقوميا وبالدرجة الأولى قوميا. فهذه الفتنة أو ما يسمى بفتنة دمشق 1860 كانت الأصابع الاتهام كلياتها تتجه فيها إلى فرنسا، وكيف أن فرنسا استطاعت إثارة النسيج الاجتماعي الموجود داخل دمشق ليضرب بعضه البعض. وعندما نقول هذا النسيج الاجتماعي، استطاع الأمير عبد القادر أن يخفف من الحدة، أن يعمل على الموافقة والموائمة، أن يكون رسولا ما بين الدولة، ما بين الدولة وأقصد هنا الدولة العثمانية، وما بين المسيحيين الذين حماهم في بيته وفي بيوته التي كانت منتشرة في دمشق. وقام المغاربة بدور كبير جدا في حماية المسيحيين في دمشق. نعم. ولعل السبب أحيانا المغاربة في دمشق تقصد؟ نعم. نعم. عندما نقول بأنه المغاربة في دمشق قد جاءوا على دفعات، سواء كانت دفعات في فترات تاريخية سابقة، يعني في أيام الحكم محمد علي باشا لبلاد الشام ما بين 1833 تقريبا، وهي نفس المشروع، يعني مشروع الأمير عبد القادر الجزائري متوازي. فمشروع محمد علي وابن إبراهيم باشا، فأتى من المغاربة وأتى من المصريين العدد الكبير جدا إلى بلاد الشام، وكانت بلاد الشام حاضنة ولا تستطيع أن تميز المغاربة أو المصريين، أو إنما هذا مجتمع نسيجه واحد، نسيجه عروبي متوازن ومنسجم مع بعض البعض. ولذلك عندما نقول بهذه الفتنة تحديدا، يعني فتنة دمشق كان لها دور في إعادة وعي الأمير عبد القادر الجزائري وتشكله. فكيف تعامل الأمير عبد القادر الجزائري مع القنصل الفرنسي، ونحن نعلم أن فرنسا قد زاد اهتمامها في بلاد الشام، وخاصة بعد الحملة الفرنسية على بلاد الشام في نهاية القرن، يعني 1798 ل 1801 اللي هي الحملة الفرنسية، نبهت الفرنسيين إلى أهمية بلاد الشام. ومن ذلك التاريخ والفرنسيين يعملون من خلال الامتيازات الأجنبية التي منحت بالأصل، هي منحت منذ عهد السلطان سليمان القانوني، منحت للفرنسيين تحديدا، ولكن الفرنسيين أساءوا استخدام هذه الامتيازات وشكلوا نوع من الحماية، وخصوصا على الموارنة وعلى المسيحيين الكاثوليك داخل الدولة العثمانية. نعم. طيب الدولة العثمانية لماذا تعطي هذا يعني هذا التفويض وهذا هذه الصلاحية لدول أخرى، يعني أمم أخرى، أن ترعى جزء من رعاية الدولة؟ يعني يفترض أنه الدولة العثمانية أنه المسيحي الدرزي المسلم كذا تحت خيمتها، لماذا تعطي هذا التصريح وهذا التفويض؟ عندما أعطت الدولة العثمانية أعطتها وهي قوية. نعم. منحت امتيازا، ولكن هذا الامتياز منح من صاحب السلطة العليا. نعم. وكانت الدولة العثمانية في أيام السلطان سليمان القانوني قد وصلت أوج عظمتها، ولكن مع حالة الضعف أصبحت هذه الامتيازات وسيلة لضرب الدولة العثمانية من الداخل. وعندما نقول ضرب الدولة العثمانية من الداخل، لعب القناصل الأجانب في وخاصة في منطقة بلاد الشام دورا كبير جدا في عملية تعزيز المصالح سواء كانت الفرنسية أو الدول الأخرى، سواء كانت روس، بريطانيين، ألمان، الجميع ذهب من خلال إلى الدولة العثمانية وخاصة في بلاد الشام، واستغلوا جانب الأقليات الدينية الموجودة في بلاد الشام لفرض الحماية عليهم. فعلى سبيل المثال، يعني للحصر، لا يوجد بروتستانت في بلاد الشام، ولكن من يحمي البريطانيين؟ هذا سؤال، يعني انه مين بدهم يتبنوا قضية اليهود، فبالتالي تبنوا قضية اليهود والحماية على اليهود. ولذلك عندما نقول الامتيازات الأجنبية قادت الى تدخل سافر وكبير جدا داخل الدولة العثمانية. ودي ان نقف على تفاصيل او اساسيات الفتنة، كيف اندلعت فتنة دمشق؟ ومعروف انه فتنة دمشق انه صار اقتتال طائفي بين الشباب المسيحي والشباب المسلم، واصطف شباب الدروز ايضا مع المسلمين، وصار يعني ضحاياها الكثير من ابناء
الطائفة المسيحية، وقلت أنه الأمير عبد القادر الجزائري تدخل وحمى كثير من المسيحيين وكثير من الشيوخ والوجهاء تدخلوا بهذا، لكن تعرف أنت عندما تشتعل فتنة صعب السيطرة عليها إلا وتخلف آثار وضحايا مؤلمة. لو وقفنا على أساسيات هذه الفتنة، من وراءها؟ أنا أشرت في البداية أن كان للقنصل الفرنسي في بيروت تحديدا يد في هذا الجعد. نعم. في سنة 1856 ل 1858 حدث في محصول اللي هي دودة القز وعملية الحرير اللي هو لا محصول الآن نحن نتحدث عن ضرب المحصول. نعم. في دودة القز أي أصابها هناك وباء. نعم. وبالتالي ماتت معظم خلنيها الشرانق المخصصة لإنتاج الحرير في ليون. الآن اتجهت الأنظار إلى الحرير الدمشقي، والحرير الدمشقي اللي هو دمسكوس من أفضل أنواع الحرير في العالم. وكانت الأنوال المسيطر عليها يعني أحد الباحثين أشار صراحة إلى أن السبب الرئيس لفتنة دمشق هو تهجير المسيحيين في داخل دمشق إلى فرنسا. نتيجة الحرفية الكبيرة والعالية، عدد الأنوال، نحن نتحدث عن النول اللي هو المنتج الأساسي للحرير. نعم. الآن عدد الأنوال يتقلص بشكل كبير جدا إلى 300 نول. يعني بالمثال أصبح المسيحيين في دمشق بلا عمل. نعم. ولذلك كانت الطريق وسهلت، كانت وهنا كان السؤال ليش كان في تهجير، ليش ما راحوا على بيروت واستنوا لما هديت الأحوال وعادوا إلى دمشق؟ لماذا كانت هناك باخرة فرنسية تنتظرهم في بيروت لترحيلهم إلى فرنسا؟ يعني هل هناك ما يؤكد هذه الرواية أنه الفرنسيين قاموا طبعا لا شك أنه الفرنسيين والبريطانيين وكل هذه الأمم تشتغل على الفتنة في ساحتنا العربية ولهم يد، هل هناك ما يؤكد أنه استهدفوا من كانوا يعملون في هذه المهنة، موضوع النسيج، موضوع الحرير، أنه عندما انتقلوا إلى فرنسا أسسوا مثلا مصانع واشتغلوا بهذا المجال؟ تطورت، ويعني الآن نحن نتحدث هنا عن قضية كثير مهمة وهي الحرير الصناعي. نعم. المنافس للحرير الطبيعي، نحن نتحدث هنا عن حرير طبيعي وحرير صناعي. نعم. احنا نعرف أنه الحرير أصبحت شركات مهيمنة عليه. نعم. وهي شركات صناعية في فرنسا في بريطانيا تحديدا، يعني فرنسا وبريطانيا، فمن مصلحتهم ضرب صناعة الحرير في دمشق. نعم. الآن القراءة الاقتصادية هي ما ذهبت القراءة الاقتصادية للحدث، هي ما أكد على هذا الجانب، يعني قراءة اقتصادية لواقع ما حدث. نعم. وخاصة بالتطور اللاحق لصناعة الحرير في فرنسا. إذن هذا ما يؤكد الفرنسي. نعم. نعم. جميل. لديك بحث آخر دكتور أمجد، حمل عنوان الاحتلال الفرنسي لسوريا وسقوط دمشق والانعكاسات المباشرة على شرق الأردن. نعم. انعكاسات هذا الاحتلال وسقوط دمشق، نشر في مجلة الأداء في جامعة بغداد عام 2020. يذكر أن أهالي شرق الأردن بعد سقوط دمشق، سقوط حكومة الأمير فيصل بن حسين في دمشق عام 1920، اتجه أهالي شرق الأردن إلى تأسيس أو إلى تشكيل فصائل مقاومة. ما مدى تأثير هذه الفصائل أو هذا المنهج المقاوم من قبل أهالي شرق الأردن على الاحتلال الفرنسي؟ عندما نتحدث عن المقاومة، بدأت ملامح المقاومة من خلال المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق. نعم. وأصبح هناك القدوم الفرنسي محتلين قادمين لا محالة. عقد في العام نفسه في سنة 1920. نعم. في شهر أذار. نعم. تحديدا. الآن هذا المؤتمر تم تنسيق حركة المقاومة الموجودة وأنا أقول هنا في وثائق ظهرت. نعم. حول دور القيادة في دمشق تبنت، وقد أسهم، نحن لا نتحدث الآن عن الأردن كدولة. نعم. أو سوريا كدولة أو لبنان كدولة أو فلسطين، نحن نتحدث عن إطار من الوحدة. نعم. يعني إطار عندما نقول أن السوريين، يعني نعم، الأردنيين عندما كانوا يوقعوا العرائض، حتى الأمير عبد الله في سنة 1927 وجهوا له عريضة من أبناء جنوب سوريا. نعم. أبناء جنوب سوريا، وليس المقصود سوريا الحالية الدولة. نعم. ولكن سوريا الطبيعية،
بلاد الشام. نعم. ولذلك بقي هذا المفهوم في ذهنية أهل، فعندما كانوا يدافعون كانوا يدافعون عن مدينتهم. نعم. وعندما كانوا يقاومون يقاومون المحتل الفرنسي والمحتل البريطاني بمشروعه الصهيوني. فلذلك كانت في أهالي شرق الأردن مع خط سايكس بيكو الذي تم ترسيمه ما بين فرنسا وبريطانيا، أصبحت هي القاعدة الأساسية التي انطلق منها الثوار لضرب الفرنسيين بعد الاحتلال الفرنسي لدمشق في 24 تموز 1920. نعم. الآن عندما نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، نعم. يعني وخاصة معركة ميسلون، يعني 24، نعم أنا أتحدث عن معركة ميسلون، حضرتك سبقتني أنه 24 تموز 1920 كانت معركة ميسلون، نعم. التي قادها يوسف العظمة اللي كان، نعم. يشغل الشهيد. منصب وزير دفاع الشهيد في حكومة يوسف. الشهيد يوسف العظمة رحمة الله عليه كان يرأس أو كان وزير دفاع في حكومة الأمير فيصل، فقاد المعركة في منطقة ميسلون التي تقع شمال غرب دمشق، نعم. وقتل في اليوم نفسه ودفن، نعم. في تلك المنطقة. طبعا يعني بدي أن يعني قبل أن أتحدث عن معركة ميسلون، يعني هناك مراحل أدت إلى تحقيق هذه النتيجة، بحيث أن المقاومين أنه يخسرون هذه المعركة. أنه يقال أن الجنرال الفرنسي هنري غورو قائد قوات الاحتلال الفرنسي تعامل بصلف مع الأمير فيصل عندما كانت القوات الفرنسية تحاصر سوريا، وتذكر بعض الروايات أنه فرض على الأمير فيصل 4 مطالب، نعم. أولها حل الجيش وإيقاف التجنيد، وثانيها أن يتولى الفرنسيون تشغيل محطة سكة حديد رياق حلب، ثم إدخال العملة الفرنسية إلى سوريا، العملة الفرنسية الجديدة، وأنه يقبل بالانتداب على فرنسا. يعني ما حقيقة هذه المطالب؟ هو هذا هو الإنذار الذي وجهه الجنرال غورو، نعم. إلى الأمير، إلى الملك فيصل، نعم. الآن تم تتويج فيصل الأمير فيصل ملكا على، نعم. على سوريا، ونقصد سوريا الطبيعية. الآن بعد في تلك الفترة سوريا أو الشام بشكل عام يمتد من حلب شمالا إلى العقبة جنوبا، نعم. الآن عندما نتحدث عن هذه المنطقة تاريخيا، يعني، نعم. نحن نتحدث عن الساحل السوري تحت الاحتلال الفرنسي المباشر، نعم. أي بمعنى آخر أن ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية سايكس بيكو تم تطبيقه مع الاحتلال، نعم. يعني ما خصص للفرنسيين اللي هو منطقة الساحل السوري مع لبنان سيطرت عليه القوات الفرنسية سيطرة مباشرة، ولذلك بقيت المماحكات عندما متى اكتشف الأمير فيصل، يعني عندما أرسل ليرفع العلم العربي في بيروت، نعم. فرفض الفرنسيين أن يرفع العلم، وقالوا أن هذه المنطقة تحت، وقبل الأمير فيصل أن يكون أحد ضباط الحلفاء قائدا لمنطقة العدو المحتلة، نعم. منطقة العدو المحتلة اللي هي الشرقية اللي حكمها العدو المقصود الدولة العثمانية، الدولة العثمانية، نعم. ولذلك قبل الأمير فيصل على هذا الأمر، ولكن احنا بنعرف انه مؤتمر الصلح الذي عقد في 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 باريس صار مثل، وما كان يعلم انه بيروت تحت السيطرة الفرنسية، لا يعلم، نعم. الاحتلال العسكري الجيش إذن الفرنسي حاول يرفع العلم كجس نبض ام ماذا، ارسل على اساس انه المنطقة التي طالب بها الشريف حسين كدولة عربية، نعم. ولذلك نفس الشيء كان السباق على دمشق، يعني أثناء تقدم القوات العربية، يعني كان الفرق ما بين الجنرال ألمبي، نعم. والأمير فيصل في دخوله لدمشق يوم واحد فقط، نعم. أي أن القوات العربية دخلت إلى دمشق قبل القوات البريطانية، وهذا سباق. معذرة دكتور، سنكون بعد الفاصل. معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وفضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور أمجد الزعبي. أعود إليك دكتور، كنا نتحدث عن كيف أنه الأمير فيصل أصبح ملكا فيما بعد، أنه أرسل مندوب حتى يرفع العلم على في بيروت لكن رفض الفرنسيون. كنا نتحدث في هذا المجال، سألت أنه هل هو يعني كان جس نبض، هو لا يعرف أنه بيروت تحت السيطرة الفرنسية، كان معتقدا أن، نعم. هناك اتفاق ما بين الشريف حسين
وبريطانيا، بالتالي بدأت تظهر ملامح هذا الاتفاق في تطبيقه على حيز الواقع. نعم. ولذلك تم التعامل مع الأمير فيصل على أنه ضابطا من ضباط قوات التحالف، يعني قوات الحلفاء، ولم يعامل على أنه أمير مندوبا عن الملك الشريف حسين. ولذلك تم التعامل مع الحجاز كمملكة الحجاز. وعندما أعلن يعني ضد رغبة الشريف حسين، يعني ضد رغبة الشريف حسين أن تعلن نفسك أنت ابن الشريف حسين، ذهبت نائبا عن الشريف حسين. ولم تذهب نائبا عن بريطانيا، ولكن يتم تتويجك في دمشق كملك على سوريا، وهناك ملك على الحجاز. الشريف حسين طرح نفسه ملكا على العرب. ولم يطرح نفسه ملكا على بريطانيا. ولكن بريطانيا الآن بدأت تظهر ملامح التطبيق الفعلي، يعني البلاشفة عندما الثورة البلشفية عندما أعلنت أن هناك اتفاق سري ما بين بريطانيا وفرنسا اللي هو اتفاقية سايكس بيكو. كذبها الحلفاء، كذبوها بشكل كامل. ولكن الآن الملامح بدأت تظهر على الواقع. فلسطين أصبحت تحت الاحتلال البريطاني المباشر، وشكلوا فيها إدارة عسكرية. منطقة الساحل السوري تحت الإدارة الفرنسية ومنطقة عسكرية محتلة. الآن اعتبار المنطقة الداخلية في سايكس بيكو اللي هي تشكل فيها حكومة أو حكومات عربية. فالأمير فيصل أعلن نفسه ملكا على بلاد الشام. واختير العلم العربي ذو النجمة اللي هو علم الثورة العربية الكبرى نفسه. ولكن مع النجمة الآن المسألة كانت أكثر، يعني عندما وجه الجنرال غورو إلى الأمير فيصل، قبل الأمير فيصل بكل الشروط التي عرضتها فرنسا، وكان يأمل بالمفاوضات، وقبل بالانتداب وحل الجيش إلى آخره. ولكن المعارضة كانت أنه كان الجنرال غورو لا يريد للأمير فيصل أن يقبل بأي شيء، ولذلك وضع شروط تعجيزية على الأمير فيصل ليقبل بها. الملك فيصل عفوا. والآن الملك فيصل وجهوا له انذار أن المشكلة فيك أنت، وجه إلى الملك فيصل بضرورة مغادرة دمشق والعودة إلى الحجاز. طيب كيف يقبل بحل الجيش؟ ممكن أن تقبل إلى حد ما الانتداب، يقبل إلى حد ما ينقبل موضوع العملة، موضوع سكة القطار، لكن حل الجيش معناها خلاص انتهت الدولة. يعني معركة ميسلون التي حصلت يوم 24 تموز عام 1920 بين المقاومين العرب، التي كانت بقيادة الشهيد يوسف العظمة الذي كان وزير دفاع في حكومة الملك فيصل، وحدثت المعركة، أنه المعركة كانت غير متكافئة. فرنسا بكل قوتها وكل تسليحها العظيم، والمقاومين يعني أسلحة بسيطة، وطبعا الخيانات، يعني حسب ما تروى بعض الروايات التاريخية أن هناك خيانة حصلت، رئيس الوزراء علاء الدين الدروبي ومجموعة من يعني من المطالبين، خلينا نسميهم. يعني لو كان بقي الجيش لم يحل، ألا يمكن أن يغير موازين المعركة؟ هلا خطة المعركة، نعم، وهذا شيء مهم جدا، كانت الخطة أن تبدأ المقاومة بالخطوط بعيدا عن دمشق. نعم، بعيدا عن دمشق. ولكن أن تترك المقاومة، أن يترك الجيش الفرنسي لينتقل من بيروت من لبنان، نعم، باتجاه دمشق دون وجود مقاومة على طول على هذه المساحة. نعم، على هذه المساحة. يعني من سيقاوم؟ سيقاوم والجيش وقف مع يوسف العظمة. نعم، الذين وقفوا وطرحوا فكرة القتال، ولكن الاختلاف كان هل نقاتل داخل المدينة أم نقاتل خارج المدينة. فكان الرأي أن القتال داخل المدينة حتى نكون محميين من السكان، على الرغم من أن وجهة نظر يوسف العظمة أن نقاتل خارج المدينة ونقاتل والمقاومة عنيفة. فقالوا له يعني أنه آخر شيء لماذا قتلت؟ نعم، لماذا قتلت وأنت تعلم أنه المعركة منتهية؟ من الذي يوجه له هذا السؤال؟ هذا السؤال الذي وجه داخل الحكومة التي ترأسها يوسف العظمة. نعم. خرجت الآن يوسف العظمة هو وزير الدفاع ورئيس الحكومة. الآن قال عبارته الشهيرة: حتى لا يقال سقطت أقدم عاصمة في التاريخ دون قتال. موازين القوى لصالح فرنسا. نعم. ولكن هل يترك الفرنسيين للدخول إلى دمشق دون مقاومة؟ ولذلك كانت هذه الفكرة، وبالتالي صدق ما قال، يعني هو استشهد على أسوار دمشق وشارك في القتال مجموعات كبيرة جدا من أهالي بلاد الشام ككل.
والذين بقيوا معه يعني نعم. كان الجيش الرابع اللي هو بقيادة علي خلق الشرائري نعم. في منطقة اللي هي منطقة الجولان حاليا وهذا مرتبط بسؤال آخر يعني بسؤال ممكن نحكي فيه لاحقا إنه كيفية تنظيم المقاومة نعم. وفكرة مقاومة الفرنسيين كانت داخل حركة قوية داخل ولكن الأمير فيصل عودة على الملك فيصل نعم. لماذا قبل؟ لماذا قبل؟ لأنه كان يرى أن كل الموازين القوى لصالح الفرنسيين فبالتالي الدخول في باب المفاوضات طيب وضع نفسه في مقتل أنت عندما تحل الجيش وأيضا مع حل الجيش إيقاف الموضوع هو التجنيد. خرج من دمشق ترك العاصمة وخرج نعم هو ما ظل في دمشق لكن عندما حل الجيش كان موجود في دمشق قبل 24 نعم. تموز نعم أمر بحل ولكن هل استجاب المقاومين الآن فكرة المقاومة بقي الجيش موجود نعم ولكن الجيش كانت الإشكالية أن قاتل الجيش غير عندما تشكل فصائل المقاومة غير لما يكون منضبط صحيح. وتحت قيادة صحيح. موحدة ولكن الآن الإشكالية أن الأمير فيصل قبل بكل الشروط نعم الملك فيصل قبل بكل الشروط وغادر إلى درعة نعم ومن درعة يعني كان الأصل أن يعود إلى الحجاز نعم ولكن من درعة وهذه سيناريو حطه قدام أمام القارئ يعني أمام المشاهد نعم إنه من دمشق درعة حيفا يافا نعم. طراد إيطالي على إيطاليا من إيطاليا على لندن من لندن في مفاوضات إلى جدة من جدة إلى البصرة ومن البصرة إلى أن يكون ملكا على العراق في سنة نعم. 1921 هذا ما حدث أنا بحكي نعم. من المحطات التي مرت نعم هذه المحطات التي مرت في حياة الملك فيصل الملك فيصل كان يرى أنه لا قبل لنا في مقاومة الفرنسي نعم ولذلك طرح باب المفاوضات ولذلك نعم. هو كان يعتقد أنه من خلال باب المفاوضات يمكن إصلاح الحالة وبالتالي بناء دولة تحت الانتداب البريطاني والفرنسي طيب لماذا تخلى البريطانيون عن الملك فيصل وجعلوه أو تركوه ضعيفا أمام الفرنسيين ليس من مصلحة بريطانيا أن يبقى حاكما عربيا قويا في بلاد الشام. طيب. فهذا بالدرجة الأولى. نعم. الدرجة الثانية إنه من يلتف حول الأمير فيصل يعني الالتفاف كان كامل حول الأمير فيصل نعم. حول شخص الملك فيصل تحديدا يعني. ولكن هذه القوة لا يريد الفرنسيين حكمهم حكم مباشر. نعم. ولن يتخلوا عن سوريا ولبنان. البريطانيين حكم غير مباشر. نعم. نمط الحكم البريطاني حكم غير مباشر نمط الحكم الغير مباشر اللي هو الحكم من خلال الزعماء المحليين أنا ما في داعي أحكم الدولة كاملة أنا بحكم الحاكم واللي حواليه والدليل على ذلك ما حدث في الهند يعني عشرات يعني أنت بتحكي عن آلاف البريطانيين يحكمون شبه قارة نعم آلاف من البريطانيين من حكم الهند هم الهنود نعم فعلا هم الهنود نعم. وبالتالي الآن لما بنيجي بنحكي نطلع على المقاومة نعم الواجهة هو الحاكم ابن البلد المقاومة نعم المقاومة ضد الفرنسيين أخذت دائما شكل العنف نعم في حين أن المقاومة ضد البريطانيين كانت تأخذ شكل البيانات المطالبات المفاوضات يعني ما كان في عندي ثورات نعم. ثورات دامية إذا استثنينا ثورة العشرين لأنه إحنا بنحكي بثورة العشرين 1920 نعم. ولكن بعد ثورة العشرين في العراق بقيت اللي هي الإضرابات وما بقي من حالة الإضراب هو سمح بتشكيل حكومة سمح بتأسيس جيش سمح نعم. سمح النتيجة هو ولكن هو الذي يتحكم بالمفاصل وعندما نعم. نتحدث بهذه الفترة يجب أن نكون في ذهننا أننا لا نحاكم التاريخ بمنظور القرن 21 نعم نحن نحاكم التاريخ بظروف في فترته التاريخية الفترة التاريخية هنا المهم نعم. أنا ما بحكم فترة تاريخية كاملة بمنظوري الآن بما هو متاح أمامي الآن بريطانيا عندها مشروع أن تتحدث عن سياسة نعم. متجذرة في الدبلوماسية وفي الخبث الاستعماري وفي السيطرة وبريطانيا يعني حكمت كل اللي يعني حتى لما بنيجي بنحكي معظم من حصل على استقلاله من بريطانيا حدث من خلال المفاوضات نعم في حين الجزائريين حصلوا على بدمهم السوريين نفس الشيء لما حصلوا في لبنان نفس الشيء يعني في مقاومه في حاله من العنف من العنف خلينا نسميه العنف المقاوم وفي حين ان البريطانيين لم يكن لدينا مثل هذه الحاله الموجوده نعم. على في للبريطاني بعد احتلال الفرنسي لسوريا والساحل السوري ولبنان ويعني جزء كبير من الشام وقع تحت الانتداب والاحتلال هناك مقوله لطالما ترددت
وردت على ألسنة الرواة والناس أنه القائد الفرنسي هنري غورو ذهب إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وخاطب القبر يقول له ها عدنا يا صلاح الدين. طبعا هناك بعض المؤرخين يفند هذه المقولة ويقول ليس لها أساس ويعتبرها أسطورة، ومنهم الدكتور الباحث الأردني علي محافظة الذي درس في جامعة السوربون. يعني أسمع رأيك حول ما يتبناه المحافظة أو غيره. الآن هذه مقولة قيلت على لسان الجنرال غورو ويتم تداولها، نعم، ولكنها لها رمزية، يعني هي بالرمزية تبعتها وليست في المقولة في ذاتها. عودة الاحتلال الفرنسي إلى دمشق تحديدا، وكأنك أعدت السيطرة الصليبية، وخاصة أن الفرنسيين هم الذين قادوا الحملة الصليبية الأولى. نعم، في البدايات لم تكن بريطانيا في تلك الفترة. نعم، لا، الحملة الصليبية الأولى 1896، الحملة الصليبية الأولى، نعم، التي دخلت إلى القدس وأسست مملكة بيت المقدس. نعم، ماشي. الآن العودة إلى دمشق، وأن التحرير جاء من دمشق. نعم، انطلق من دمشق التحرير، ويدرك العدو الصهيوني، حاليا حتى أدخل الموضوع، نعم، يعني حتى يكون يدرك العدو الصهيوني الآن حقيقة، نعم، حقيقة فعل صلاح الدين، أي أن التحرير لم يكن ليتم إلا بتوحيد سوريا، نعم، ومصر، نعم، ولذلك يدرس الحالة الصليبية، يعني حالة الحروب الصليبية 1096 لغاية 1187، نعم، لم يرفع الأذان في 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 القدس كاملة، نعم، والمسجد الأقصى تحول إلى إسطبل للخيول، يعني 91 سنة تحديدا لم يرفع الأذان في المسجد الأقصى. الآن من سنة 1187 ل 1291 خروج آخر صليبي من الأرض العربية، نعم، يعني خرج من أنطاكيا المحتلة حتى عسقلان في الجنوب، نعم، خرج وكأن لم يكونوا، وهذه النقطة، يعني ما يدرس. إذن هذه المقولة رمزيا حتى رمزي. لم تقل فعليا حدثت على أرض الواقع. نعم. الحديث عن الصهاينة والوطن الموعود ووعد بالفور، حضرتك تناولت في بحث أو في ندوة حول في ذكرى تصريح بالفور، تناولت التوظيف البريطاني للحركة الصهيونية. يعني حايم وايزمان قال في مذكراته لم يخطر على بال بعضهم أن الرجالات من أمثال بلفور وتشيرشل كانوا متدينين ومؤمنين بالتوراة ويعتقدون أن عودة اليهود إلى فلسطين واقعية، لذلك فإنهم جعلوا ينظرون إلينا نحن الصهاينة ممثلين لفكرة يحترمونها احتراما عظيما. هل فعلا كانوا، يعني ما ذكرهم وايزمان اللي هم يعني بلفور وتشيرشل، هل فعلا كانوا مؤمنين بالتوراة أم هناك مآرب لبريطانيا استعمارية أو مآرب أخرى قاموا بتوظيف الحركة الصهيونية لتحقيق هذه المآرب؟ الحركة الصهيونية إذا بدنا نحكي 1897 ل 1917 إصدار تصريح بلفور، نعم، وأصر على تصريح بلفور، بلفور ديكلاريشن، نعم، وهو تصريح عدد كلماته 67 كلمة، تمت المفاوضة عليهم، نعم، أكثر من شهرين، أكثر من شهرين تقدمت الحركة الصهيونية في بيبر صغيرة، ورقة صغيرة تقدمت، نعم، فيها للحكومة البريطانية مؤلفة من فقرتين، نعم، بيعت هذه الورقة بعرفش يعني بالرقم تحديدا، ولكن بيعت بحوالي 170 ألف جنيه استرليني في المزاد العلني، نعم، ولكن السؤال انه هذه 67 كلمه يتم التفاوض عليهم شهرين، 143 درافت لتصريح بلفور، 143 درافت، يعني كل كلمه انكتبت في تصريح بلفور محسوبه بالكامل. مقوله ان احنا عندنا البروتستانت، يعني وأنا تحليلي ليس دينيا يعني بالمناسبة، وليس لي موقفا من اليهود كيهود، نعم، ولا من المسيحية كمسيحية، ولكن أنا أتحدث هنا عن حالة استعمارية، نعم، تم توظيف الدين فيها، دائما ما يوظف الدين خدمة للمصالح السياسية الاستعمارية. عندما نقول أن بريطانيا وظفت متناقضات مختلفة، السياسة البريطانية اللي هي فوكس دبلوماسي، سياسة ماكرة جدا
تستطيع توظيف المتناقض. وظفت الروس، وظفت الفرنسيين، وظفت العرب، وظفت اليهود، وكلها وعود متناقضة. وعود متناقضة، يعني الآن عندما نتحدث عن هذه الوعود المتناقضة، كيف استطاعت يعني أن يعطي رئيس يعني أرثر بلفور كرئيس وزراء أعظم دولة في العالم أو وزير خارجية أعظم دولة في العالم أن يعطي الحركة الصهيونية ساعة؟ فهو أعطاها شيء عظيم جدا. نسبة المؤيدين للحركة الصهيونية حتى سنة 1920 لم يتجاوز 5% ما بين اليهود في بريطانيا. وهناك حركة معادية للحركة الصهيونية قوية جدا داخل بريطانيا. طب إذا كانت الحركة معادية داخل بريطانيا، لماذا بريطانيا تذهب إلى الأقلية اللي هم لا يتجاوز تأييدهم 5% وبتعطيهم هذا التصريح وتقدم لهم هذا التصريح الذي ليس له أي دلالة؟ يعني ما دمنا نتحدث عن تصريح بلفور بقي بلا قيمة حتى تم إدخاله كمقدمة. إذن ماذا تريد بريطانيا؟ ماذا تريد بريطانيا؟ وظفت اليهود. وظفت اليهود في الاعتقاد البريطانيين أن لليهود تأثيرا على الأمريكان وعلى الحكومة الأمريكية تحديدا في جر الولايات المتحدة للدخول في الحرب العالمية الأولى. هذا ما اعتقده البريطانيين، وبالتالي هم يريدوا توظيف اليهود خدمة لمصالحهم. وفي هناك دور متوهم، يعني دور تم تضخيمه وخاصة في الإعلام. يعني عندما أقول مثلا هربرت سومائيل في لقائه الأول مع حييم وايسمان، عندما طرح اسم هربرت سومائيل بين قوسين كأنه استعاد بالشيطان حييم وايسمان من المندوب السامي البريطاني، المندوب السامي البريطاني، أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين. قال له، بيقول له أنه في عندكم واحد في الحكومة البريطانية، في الحكومة البريطانية يهودي، ليش ما تحكمه؟ فقال له يا الله أنقذنا، يا الله أنقذنا، إنه معادي لنا هربرت سومائيل. ولكنه تفاجأ. الآن هذه المفاجأة، إذا كان حييم وايسمان لا يعلم أن هربرت سومائيل متعاطف مع الحركة الصهيونية، فكيف يكون له هذا التأثير على هربرت سومائيل؟ بالعكس، هربرت سومائيل قال سمعت عن الحركة الصهيونية وأنا معجب بأفكارها، وبالتالي أخذته بعد لقائه مع حايزمان حماسة كبيرة جدا ليقدم مشروع، أول مشروع دولي يهودي برعاية بريطانية. كوزير بريطاني، أنا أتحدث كوزير بريطاني. واستهزأ به أسكويث اللي هو رئيس الوزراء البريطاني على هربرت سومائيل، قال إنه يريد أن يجعل من دولة بحجم ويلز موطنا لليهود، إذا كانت لا تتسع لأكثر من 4 مليون لـ4 مليون، فكيف يأتي بـ15 مليون اللي هم عدد اليهود المنتشرين في كل العالم؟ كيف بدك تجمعهم في هذه المقاطعة جرداء؟ لا يعني وصفها توصيف أغلبها صحراء. وبالتالي استهزاء أسكوث ما بين الحكومتين اللي هي حكومة الأحرار وما بين حكومة المحافظين، حدثت هنا اللعبة. وخصوصا نحن نتحدث عن أجواء الحرب العالمية، نتحدث عن حرب عالمية يمكن اللعب بكل الأوراق. وبالتالي قدم الحركة الصهيونية قدمت نفسها كحل لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بادعائها التأثير على القيادة الأمريكية. والموقف الأمريكي الأول رافضين، يعني الموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي في 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 تلك الفترة رافضا، ولكن بعد شهر تغير الموقف، شهر واحد. وهذا يعني يحتاج إلى بحث. إذا أردنا أن نستبعد البعد الديني أو أنه غلفت ببعد ديني، أنه بريطانيا كانت تهدف لجر الولايات المتحدة إلى أن تساند أوروبا في الحرب العالمية الأولى، وطبعا الحرب العالمية الثانية معروف أيضا، دخلت أمريكا لتساند أوروبا ضد قوات هتلر، ومعروف انحسمت المعركة بتدخل الولايات المتحدة. شكرا لك الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور أمجد الزعبي على هذا الحوار. شكرا لك. شكرا لك، أهلا وسهلا، تشرفنا. شكرا لك. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.